السلام عليكم. السلام السلام. اهلا وسهلا وسهلا. شحالك؟ لاباس؟ عايشك الحمد لله. فضل عايشك. مرحبا بكم. نجتمع في هذا اليوم. تونس تعيش ادق واخطر المراحل التي عرفتها بعد الاستقلال، ولكن من يتوهم او يعتقد انه سيسقط الدولة التونسية فهو واهم. نحن نرفض العنف في الشارع، فكيف نقبل به داخل مؤسسات الدولة؟ لن نقبل أبدا بأي تصرف غير مسؤول، وليتحمل الجميع وتوجه إلى الشعب التونسي المسؤولية كاملة. تونس فوق كل الأحزاب وفوق كل الاعتبارات، ولن نتركها لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل. أوجه الإنذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير بأنني أحترم الشرعية، أحترم القانون، ولكن لن نترك تونس تتهاوى، ولن نترك مؤسساتها تتهاوى وتسقط. ومن يعتقد أننا لا نتابع فهو واهم. نعرف تفاصيل التفاصيل، نعرف كل شيء، وستأتي اللحظة التي سأحمل فيها الجميع مهما كان، مع احترامي للجميع، المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ. لن نقبل بأن تسير الدماء، ولن نقبل بأن يمهد البعض لإسقاط الدولة. تونس ورايتها لن تسقط، وستسقط كل المغامرات. أوجه مرة أخرى تحذيرا بعد تحذير، مع احترامي للمقامات والمؤسسات، بأننا سنرد بأكثر مما يتصورون وبأكثر مما يتحملون لإنقاذ الدولة التونسية من كل اعتداء على أمنها. ومن يتوهم أنه يمكن أن يستعين ببعض الخونة والمجرمين، فأننا نعلم أنهم يعملون في الخفاء وسيدفعون الثمن في إطار القانون. نحترم الدستور، نحترم القانون، لا نعمل خارجه، ولكن كل واحد منا سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون. اليوم اجتمع في هذه اللحظة الصعبة لإنقاذ الدولة التونسية، ومن لا يريد أن يستمع أو يصغي لينتبه أننا سنحافظ على الدولة التونسية وعلى وطننا وعلى راية وطننا بكل الوسائل القانونية المتاحة. أنا معكم ومع تونس قبل كل اعتبار. هذه أمانة أتحملها وسأتحملها، ومسؤولية ثقيلة جسيمة، ولكن أتحملها. لن يجرني أحد إلى المستنقع الذي يريد، فأنا هنا على رأس الدولة وأتحمل مسؤوليتي كاملة في الحفاظ عليها. أعمل بصمت، أعمل ولكن أتابع، ولن أترك أي أحد يتطاول على أمن وطننا وعلى أمن تونس، وأن يساوم بقوت التونسيين وأن يساوم بحياتهم. أرفض العنف في الشارع، فكيف أقبل به داخل مؤسسات الدولة؟ مرة أخرى هذا إنذار، وليتحمل كل واحد مسؤوليته كاملة.
هناك قوى مضادة للثورة تعمل منذ سنة 11 و2000 على إسقاط مطالب الشعب التونسي، وهناك من تحالف معها ويريد إسقاط الدولة ومؤسساتها، ولكن ليعلموا أن كل ما ترتيباتهم معلومة، وأنه لا حوار أبدا مع المجرمين والمطالبين للعدالة. القانون فوق الجميع، والمسؤولية سأتحملها كاملة، ولن أترك الدولة التونسية تتهاوى أبدا. احترمت القانون وسأحترمه، واحترمت الدستور وسأحترمه، ولكن هناك في الدستور ما يمكنني من قواعد للحفاظ على تونس فوق كل الاعتبارات. لا أنتمي لأي حزب ولا لأي تنظيم، ولكن أنتمي لوطني وسأحمي وطني، كلفني ذلك ما كلفني. تشرفنا اليوم بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك نتيجة الأوضاع الخطيرة التي حصلت اليوم في مجلس نواب الشعب، والتي وصلت إلى حد العنف المادي، عنف من مجموعة من النواب وائتلاف الكرامة، وذلك نتيجة عدم إيمانهم بالدولة التونسية من خلال مقولتهم الشهيرة دولتكم ودولتنا ونحن وهم. وتحدثنا مع سيادة رئيس الجمهورية حول الواقع الذي تعيشه البلاد، وقد أبدى يعني تنديده بالعنف وانشغاله بما يحصل داخل مؤسسات الدولة، وهيندد أيضا بالعنف في الشارع، وأيضا كان حريص جدا على تمرير قانون المالية نظرا لصورة تونس وحرصه على صورة تونس في الخارج. وهذه الأحداث يجب أن لا تمر مرور الكرام، وسننظر فيما ستأخذه الكتلة الديمقراطية من مبادرات في المرحلة المقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نلنا اليوم شرف اللقاء بالسيد رئيس الجمهورية بعد ما دعانا إلى الحضور هنا إلى القصر إثر الأحداث الأليمة اللي وقعت في المجلس، والتجاوزات الخطيرة للنظام الداخلي وحتى لخرق الدستور. تحدثنا مع السيد رئيس الجمهورية على الأوضاع في البلاد وعلى مؤسسة البرلمان وكيفية عملها، وكيف يجب أن يكون هذا العمل من أجل صالح تونس والصالح العام. نلنا هذا الشرف وفرحنا كثيرا بما تداولنا فيه مع السيد رئيس الجمهورية من أجل تونس ومن أجل وحدة الشعب التونسي، وضرب لكل ولمنع واحتجاج على كل من يهدد هذه الوحدة الوطنية لتونس ويهدد كيان الدولة التونسي. شكرا.